مصر تواجه خطابا لمجلس الأمن الدولي حول تطورات السد الإثيوبي وتؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي. مصر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحذر من سياسة الأرض المحروقة. والاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الخامس ومقتل 3 إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطا مكثفا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس. قام الرئيس السيسي بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات، شملت استقبال مسؤولين من الدول العربية والأجنبية لبحث عدد من القضايا على الصعيد الإقليمي والدولي. خلال النصف الثاني من شهر أغسطس قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات، حيث استقبل سيادته وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، وتناول الاجتماع التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية المكثفة والمخلصة لنزع فتيل الأزمة ووقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، حيث اطلع سيادته على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة. كما استقبل سيادته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قام بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى. تضمن اللقاء الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين، التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. وقد ركز اللقاء على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بهدف وقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي. كما شهد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد تناول الاجتماع سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل. منح السيد الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للسيد المستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة.
واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصة الأمن والسلم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة. وقد شهد اللقاء التجديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عملية بناء الإنسان. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له لبحث مدى تطور العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاتصالات الهاتفية من قادة وزعماء العالم، حيث تلقى اتصالا من المستشار الألماني أولف شولز تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رامن درادف، تناولا مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة. كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلالهما الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي والتوصل لوقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بقطاع غزة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وذلك عبر تقرير أعده الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. التقرير أكد أن جهود اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1380 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 240 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء. بدأ العد التنازلي لاستضافة مدينة العالمين الجديدة لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في الفترة من الثالث حتى الخامس من شهر سبتمبر عام 2024 بمطار العالمين الدولي. يشارك بالمعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد على 300 شركة من أكبر شركات مصنع الطائرات وصناعة الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم.
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية، عسكرية، موجهة، بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي. وجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة. وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر 2021. ونوه وزير الخارجية إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم. وأكد وزير الخارجية أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. كانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور
أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن انزعاج مصر الشديد من محاولة تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية. وخلال استقباله سيرجي كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية واطلاع إسرائيل بمسؤوليتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال، بدلا من ترويعهم وانتهاك كافة حقوقهم الإنسانية. من جانبها حرصت المسؤولة الأممية على استعراض أبرز الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، وذلك في سبيل تسهيل إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت اليوم. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية. واستنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب. وشددت مصر على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة. وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. في الأثناء أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق وقوع حادث إطلاق النار، مشيرا إلى وجود إصابات بين قواته. كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قد وصل إلى موقع عملية إطلاق النار وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار. قال أمين وسر حركة فتح زيد تيمة أن الاحتلال الإسرائيلي جرف أكثر من 70% من مدينة جنين، مشددا على أن حرب الإبادة التي يستخدمها الاحتلال في الضفة الغربية الآن هي استكمال لما قام به في قطاع غزة. وشدد المسؤول في حركة فتح على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القتل والإرهاب ولا يحترم أي قانون دولي أو إنساني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وتطرق المسؤول في حركة فتح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعيد الإعمار في قطاع غزة أو غيرها. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي. أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها منذ الأربعاء الماضي عن استشهاد 14 وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بالممتلكات والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء. لم تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة لنحو 11 شهرا، نفذت خلالها كل أنواع الإبادة الجماعية حتى جاء الدور على مختلف مدن الضفة الغربية خاصة مدينة جنين ومخيمها. بلدية جنين شمالي الضفة قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل، مما أدى لتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكابلات الاتصالات والكهرباء، كما استمر جيش الاحتلال في حصاره للمستشفيات في جنين، حيث خرج بعض الأقسام عن الخدمة
وهو ما يهدد حياة المرضى. وفي مخيم العروب شمال الخليل أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين. وفي نابلس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر. وفي القدس أغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة فيما لم تسمح للمركبات بالخروج من القرية أو الدخول إليها. وهكذا يتواصل بطش وإرهاب الاحتلال الذي يمارس القتل والدمار في كل يوم متحديا كافة القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال غزة، كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي تفاح بالتزامن مع غارات عنيفة تستهدف مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40,738 فلسطينيا وإصابة 94,154 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انتشل جثث 6 محتجزين كانوا لدى حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي. أوضح جيش الاحتلال أنه تم العثور على جثث المحتجزين بأحد الأنفاق في منطقة رفح الفلسطينية وتم نقلهم إلى إسرائيل. في غضون ذلك طالب أهالي المحتجزين بغزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالظهور العلني أمام الإسرائيليين وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عنهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة المحتجزين لدى حركة حماس. وأضاف نتنياهو أن حكومته ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقيين وضمان أمن إسرائيل. قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت لأسباب سياسية، داعيا الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج واستبدال الحكومة التي وصفها بحكومة الفشل التام. يأتي هذا على خلفية إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين لدى حماس كان يعتقد أنهم أحياء. أضاف جانتس أن نتنياهو متردد وخائف ويحاول كسب الوقت لأسباب سياسية بدلا من اتخاذ إجراء. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشدد الرئيس الأمريكي على أنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لافتا إلى أن جميع الأطراف متفقة على الشكل المبدئي للاتفاق. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن هناك سباقا مع الزمن لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة،
موضحة أن حملة تطعيم في القطاع تستهدف 640 ألف طفل. أضاف المتحدث باسم اليونيسف قاذم أبو خلف أن المنظمة تعمل على تغطية 90% من أطفال غزة في حملة التطعيم، وأوضح أنه تم تقسيم المناطق وفق التنسيق مع الأطراف كافة إلى ثلاثة مناطق ولمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن هناك تحديات حقيقية تواجه الحملة، منها أن شبكات الطرق شبه مدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبالتالي عملية الوصول إلى مراكز التطعيم ليست بعملية سهلة. وبدأت حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال وسط قطاع غزة بعد إعلان الأمم المتحدة عن هدن إنسانية للسماح بتطعيم الأطفال، والذي يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله. وتشمل الحملة تطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في أنحاء غزة. في ظروف مزرية وغير آدمية بدأت هدن إنسانية لا تزال ملامحها غير واضحة بهدف السماح ببدء التطعيم ضد شلل الأطفال على نطاق واسع في قطاع غزة المدمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي. الحملة بدأت في المنطقة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بحسب السلطات الصحية في غزة، وتدريجياً ستنفذ على نطاق واسع بحسب مسؤولين في المجال الإنساني، حيث سيجري تقديم اللقاحات من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر من الأحد إلى الثلاثاء في وسط القطاع. وأرسلت الأمم المتحدة 1,200,000 جرعة لقاح، وحددت وكالات المنظمة الأممية 67 مركزا للتطعيم في المستشفيات والمستوصفات والمدارس في وسط القطاع. نحن الآن في مخزن التبريد المركزي، حيث تلقينا أكثر من 1,200,000 جرعة من اللقاح ونحو 400,000 جرعة في الطريق. لقد تم الاحتفاظ بهذه الجرعات في سلسلة التبريد، ويتم نقلها تباعا إلى نقاط التوزيع المختلفة في المنطقة الوسطى. وفي الجنوب سيكون هناك 59 مركزا، إضافة إلى 33 مركزا في الشمال الذي بات غير مأهول. وفي هذين الجزئين من القطاع سيجري التطعيم في مرحلة ثانية ثم ثالثة. الحاجة الملحة للتطعيم ظهرت بعد اكتشاف أول إصابة لطفل في شهره العاشر في دير البلح بعد 25 عاما من غياب المرض عن الأراضي الفلسطينية. وتوافد النازحون الفلسطينيون مع أطفالهم من أجل تلقي الجرعة الأولى، والخوف يسيطر عليهم من القصف أو الاستهداف. الحمد لله، يعني بعد ما أكدوا أنه التطعيم آمن وتمكنت اليوم أنه أجي وأخذ هذا التطعيم لابني، جيت كأول طفل يأخذ هذا التطعيم. إن شاء الله هذه أول جرعة، وبعد 4 أسابيع في جرعة ثانية إن شاء الله هاجيب ابني ويأخذها، وهيك إن شاء الله بكون أخذ الجرعة كاملة اللي ممكن تقيه من أي أمراض ممكن تصيبه لا سمح الله خلال السنوات القادمة. وتأتي أهمية الحملة في ظل تكدس أعداد النازحين وانتشار الكثير من الأمراض بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أوشك أن يقترب من عامه الأول. تصطف المئات من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من غذاء ودواء وشاحنات محملة بالوقود منذ أكثر من شهرين في انتظار النفاذ عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى غزة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. مرحبا باسم، وضعنا في الصورة لديك.
نعم، تحياتي من محافظة شمال سيناء من مدينة العريش، ونحن الآن نتواجد في نقطة اصطفاف سيارات الإغاثة الطبية والغذائية التي تصطف هنا منذ أكثر من شهرين للدخول إلى قطاع غزة لغوث أهالينا هناك من الشعب الفلسطيني. وهذا التأخير الذي يكون هنا في هذه السيارات ودخولها عبر معبر كرم أبو سالم يأتي نتيجة التعنت الإسرائيلي في دخول الشاحنات المحملة بالغذاء أو المواد الطبية أو المواد البترولية، الوقود وخلافه، نتيجة هذا التعنت الإسرائيلي، حيث حتى في الأسبوع الماضي لم يدخل إلى قطاع غزة إلا نحو 125 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الطبية والإغاثية، ونحو 26 شاحنة فقط من الشاحنات المحملة بالوقود. ولكن التعنت الإسرائيلي الذي يحول دون دخول هذه المواد، وواضح جدا أن القوات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية لا تبالي إطلاقا بمثل هذه المواد الأغاثية التي تدخل إلى الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يمنع وصول هذه المواد إلى مستحقيها من الشعب الفلسطيني. إليكم. تعهد حلف شمال الأطلنطي ناتو بتكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم القدرات الدفاعية في خضم استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال الأمين العام للحلف ينس سولتنبرغ إنه منذ بداية الأزمة قدم الناتو مساهمات غير مسبوقة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه في قمة الناتو يوليو الماضي أعلن العديد من الحلفاء أنهم سيرسلون لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي بما في ذلك المزيد من بطاريات باتريوت. كما اتفق الحلفاء على أنهم سيوفرون معا ما لا يقل عن 40 مليار يورو من المساعدات الأمنية للعام المقبل. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة أراضي دول حلف شمال الأطلنطي الناتو، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين من ألمانيا رفيعي المستوى يعتقدون أن روسيا قد تهاجم أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. أضافت الوزارة أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية للحلف والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية يعد أمر استفزازي، وهو ما ينطبق على النشر المخطط للوائم من الجيش الألماني على الأراضي الليتوانية. أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي صابيانين أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد. وأوضح رئيس البلدية أن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو وتم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة. وكانت كييف قد أكدت أنها بحاجة إلى السماح لها باستخدام أسلحة أكثر قوة من الغرب لإلحاق المزيد من الضرر داخل روسيا وإضعاف قدرات موسكو على مواصلة هجماتها بلا هوادة على أوكرانيا. أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن الدفاعات الجوية رصدت ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي ذات السياق أعلن حاكم مقاطعة ليبسايك الروسية إيغور أرتامونوف تحييد طائرة مسيرة في إحدى مناطق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. تطورات متسارعة تشهدها الأزمة الأوكرانية الروسية في ظل قيام كييف بشن هجمات داخل الأراضي الروسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كثف الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لبلاده بالتوغل في عمق الأراضي الروسية بعد أن التقى ممثلوه بمسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن. زيلينسكي أكد في خطاب له أن تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة
خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل. وفي نداء للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أكد زيلينسكي حاجة بلاده إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا بشكل حقيقي وكامل. ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي نداء ممثلا شخصيا الشهر المقبل، عندما يقدم خطة للنصر إلى الرئيس جو بايدن قرب نهاية فترة وجوده في البيت الأبيض، كما سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الدفاع الأوكراني روستوم أوميروف الذي قام بزيارة لواشنطن مع وفد للقاء مسؤولين وخبراء أمريكيين، قال إن كييف أظهرت أن المطارات الروسية المستخدمة لقصف المدن الأوكرانية كانت في مرمى الضربات العميقة. من جهتها، أعلنت وزيرة الاقتصاد يوليا سيفيردينكو التي ترأست وفد كييف في منشور على موقع إكس أنها ناقشت الخطوات اللازمة لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك مساهمة كبيرة من خلال حزمة تمويل قطاع الطاقة بقيمة 800 مليون دولار، والتي تم الإعلان عنها في يونيو. وقدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيا ليصبح مركز تميز إقليمي، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرات القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية. أعرب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وخلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع القانون، أشاد علام بالجهد المبذول في إعداد مشروع القانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور. كما وجه علام التحية والتقدير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، ومشيدا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا بعنوان بنوك النيو، الطريق لتعزيز الشمول المالي وأهميتها في تعزيز الشمول المالي. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع بنوك النيو حول العالم بمعدل نمو 43% على المستوى الإجمالي، وارتفاع أعداد المستخدمين إلى 250 مليون و700 ألف مستخدم في 2023، وتوقعات بالزيادة إلى 386 مليون و300 ألف مستخدم في 2028. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، وأكدت
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يصدر أي قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي، وأوضحت الوزارة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء، حيث تم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة أعمال ومشروعات، ليختار الطالب بين تكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات. حققت حملة إيد واحدة العديد من الإنجازات خلال الشهر الماضي، وذلك بعد شهر من تدشينها. وتستهدف الحملة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل. في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرية حملة إيد واحدة، وتهدف الحملة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً لتقديم الدعم الشامل، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، وأيضا لتوفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى المعيشة. كما تهدف الحملة لتحسين حياة ملايين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، وتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. أما الدور الرئيسي للحملة فهو تقديم الدعم النقدي ومساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجاً، كما يتم توفير السلع الغذائية الأساسية لهم، وتوفير مشاريع تنمية مجتمعية، ودعم المشاريع الصغيرة المتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وتوفير فرص العمل. ومن أدوار الحملة أيضاً تقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، كما تقوم حملة إيد واحدة برفع الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدوية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. سيد طلعت، بعد التحية، كيف تقيم حملة إيد واحدة خلال الشهر الماضي، وأهم ما تقدمه للمواطنين؟ طبعا مبادرة إيد واحدة مبادرة يعني على مستوى الوطن بيقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشراكة مع مؤسسة حياة كريمة اللي هي عضو في التحالف الوطني، وأيضا مع الهلال الأحمر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي وزارة المعنية بالحماية الاجتماعية، من خلال برامج متعددة على مستوى الوطن بنستهدف 1,500,000 أسرة مصرية من خلال تقديم الدعم العيني أو الدعم النقدي أو دور توعوي. الدعم النقدي طبعا في صورة مساعدات مادية للأسر الأكثر احتياجا، وطبعا دي في قاعدة بيانات كاملة على مستوى الوطن مدققة ومراقبة ومتابعة من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن المساعدات والأنشطة اللي تعتبر العينية في صورة خدمات صحية، توفير خدمات، توفير أدوية، مستلزمات طبية، أيضا في مساعدات غذائية على مستوى القرى الأكثر احتياجا، قوافل طبية، كل دي خدمات المبادرة بتقوم بها، فضلا عن برنامج توعوي في قضايا خاصة بالتوعية الصحية في برامج تنظيم الأسرة وخبايا الصحة الإنجابية، كل ده بالشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلي مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكل طبعا ده جزء من البرنامج اللي دايما بيأكد عليه فخامة الرئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دائما داعم للمبادرات الرئاسية اللي هي فعلا ويمكن كان لها حظ النهارده في احدى المبادرات في محافظة الشرقية لتوفير في خدمات صحية للمواطنين في احدى القرى في محافظة الشرقية. احنا طبعا بنتابع كاتحاد العام وبنشارك من خلال جمعياتنا ومن خلال احنا عضو في التحالف الوطني العام الاهلي التنموي، كل ده في من اجل طبعا ان احنا يعني دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة وتمر بها العالم كله وفي ظل بعض القرارات الاقتصادية. في رأيك لأي مدى بتسهم مثل هذه المبادرات في توفير خدمات متميزة للمواطنين وأيضا توفير الحياة الكريمة لهم؟ يعني النهاردة ما نتكلم على توفير الخدمات طبعا ده غاية الأهمية، أما أوفر خدمة صحية متوازنة ومتميزة، أما أوفر له مساعدات نقدية، أما أوفر له مساعدات غذائية، فضلا طبعا عن المبادرة الكبيرة جدا اللي هو يعني مصر بتنفرد بيها على مستوى العالم كله وهي مبادرة حياة كريمة اللي هي بتستهدف 58 مليون مواطن مصري. انتهت المرحلة الأولى اللي استهدفت 1600 قرية من قرى مصر ودخلت في تكلفة أكثر من 350 مليار جنيه ونقلت هذه القرى تلك القرى من حال إلى حال. المرحلة الثانية طبعا كلنا منتظرينها وسيتم البدء فيها، هنستهدف برضه 1600 قرية يمكن الميزانية هتصل أكثر من 400 مليار. كل ديت يعني ده تمشي كلها مع الدستور المصري اللي بيضمن حياة كريمة للمواطن والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها في سبتمبر 2021 فخامة رئيس الجمهورية. كل ديت طبعا احنا يعني المجتمع والحماية الاجتماعية ده طبعا يعني جزء كبير وده الهم صحيح. الأكبر للقيادة السياسية اللي هي حريصة كل الحرص على دعم المواطن المصري وتوفير به حياة كريمة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن الدولة حريصة والرئيس حريص على دعم الأسر الأكثر احتياجا وعلى المواطنين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة في ظل المتغيرات العالمية واللي بيشهدها العالم كله ومصر جزء من العالم. وطبعا احنا كلنا بنشهد يعني ما تعاني به الدولة المصرية وتعاني منه من حدود ملتهبة ومن ظروف اقتصادية قد تكون صعبة، ولكن الحمد لله في إرادة سياسية حقيقية في يعني حرص من الحكومة المصرية على دعم الأسر أكثر احتياجا، حرص من المجتمع الأهلي أنه يتعاون مع الحكومة في أنه احنا نخفف الأعباء عن كاهل المواطنين اللي هم لهم حقوق علينا جميعا جدا، حقوق دستورية وحقوق احنا كلنا معنيين بها سواء مجتمع أهلي سواء حكومة سواء قطاع خاص. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كنت معنا عبر الهاتف. أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية وتتضمن خدمات رقمية للمستثمرين الصناعيين، وهي تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمة المتابعة السنوية مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الكروت البنكية وفروع البنوك. وأشارت وزارة الصناعة إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي.
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المرشاط مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لدول تجمع براكس ديلما روسيف، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد بجنوب إفريقيا. خلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدما في توسيع نطاق العلاقات الثنائية، ما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر. من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر في يونيو الماضي، وأكدت محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة بمنطقة أرض المعارض، وذلك اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم. وأوضح جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لتسجيل البيانات على الشبكة وتسلم خطاب للموقع لمعاينة وتسلم الوحدة. بحثت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارغريت سارافين مع القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان جيرمان حداد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من مجالات العمل المشترك. شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل على ملفات الرائدات الاجتماعيات ودعم برامج التوعية لخدمة القضايا المجتمعية باستهداف الأسر الأولى بالرعاية، والتعاون في برامج تنظيم الأسرة وطرح عدد من الخدمات المتكاملة التي يمكن تقديمها في هذا الإطار، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للكوادر القائمة بها. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات مبادرة أحسن صاحب لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع والقضاء على عزلتهم الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر. فعاليات المبادرة تضمنت إتاحة مساحات آمنة تم فيها تنفيذ أنشطة فنية متعددة، وتستهدف الحملة الوصول لنحو 10 ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بمشاركة 10,000 متطوع. جدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتطوير منظومة قياس قدرة محطات المحمول باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تعزيز البيئة الصحية والسلامة العامة. يأتي هذا مواكبا لجهود تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية عن طريق شبكات المحمول في ظل زيادة أعداد محطات المحمول بكافة أنواعها، والتي تشمل محطات أساسية ومحطات صغيرة، كما يهدف إلى التحقق من تطبيق كافة متطلبات السلامة ومراعاة الاستدامة التكنولوجية والبيئية. أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ القرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه هو الشريعة العامة لهم. ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. مصر توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي حول تطورات السد الإثيوبي، وتؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحذر من سياسة الأرض المحروقة. الاحتلال يواصل عدوانه على جنان ومخيمها لليوم الخامس ومقتل 3 إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.